خلينا عشان نعمل list of things. أخدته عن different functions. يعني احكوا إذا في حد دكتور. أخدتوها. أخدت operator overloading. كمان أخدتوها كويس. تمام. أنا برضو رح أحاول، يعني رح أحاول أمر عليها مرور سريع مشان نعمل refresh لذاكرة تكون نعيشها. تمام. طيب خلينا نبدأ. هلا بدنا نكتب كلاس بسيط ونتعلم مجموعة أشياء من خلال هذا الكلاس. حنبلش ب خلينا نكتب نفس الكلاس اللي أنا كنت كاتبيته، اللي حكينا فيه عندنا كلاس اسمه point. هذا البوينت فيه two member variables و private. لتلقائيا احنا بنعرف انه في عنا انواع الداتا اللي بنقدر نضيفها على كلاس، ثلاث انواع: private و public protected. هلا ال private هو اللي بس الممبرز اللي داخل الكلاس بيقدروا يتعاملوا معها directly. ال public بيقدر هي الممبرز اللي بيقدر اي function من اي مكان يتعامل معها، يعني ما في عليها security خلينا نحكي. والبروتكتد بتشبه البرايفت، بس البروتكتد بصير فرق بينها وبين البرايفت لما يصير في انهيرتنس. تمام. بالعادي الداتا البوينتس بنخليهم او الداتا ممبرز بنخليهم برايفت، والفانكشنز بالعادي بنخليهم بابليك. لكن في بعض الفانكشنز اللي احنا ما بدنا يتم استدعائهم من برا كمان بنخليهم برايفت. او برجع بحكي مره ثانيه، البروتكتد بصير في فرق لما نصير لما يكون في عنا انهيرتنس، بصيروا مرحلة بين البروتكتد والبرايفت. يعني لما بنعمل انهيرتنس لبرايفت ممبر مش زي لما نعمل انهيرتنس لبروتكتد ممبر، وفي تفاصيل كثير بالنص لها علاقة كمان بنوع الانهيرتنس. تمام؟ طيب. الآن خلينا نضيف تو ممبرز اللي هم انتجر اكس وانتجر واي. تمام؟ وهاي بدنا نبلش الآن نضيف الفانكشنز اللي على هذا الكلاس، بنضيفهم على شكل public. هلا إذا أنا ما كتبت ولا إشي بالضبط كأني كاتبة private. تمام؟ إذا أنا ما كتبت ولا إشي بكون كأني كاتبة private، فبالعادة إحنا ما بنكتبها، بنضيف الممبرز وبعدين بنبلش بالpublic members، إلا إذا بدنا نضيف التو values هدول ورا آخر شيء. ساعتها بنضطر انا اكتب برايفت، لكن اذا بلشت مباشره ما فيش داعي لها. يا شباب وصبايا، اي حدا عنده سؤال حاليا في المراجعه هاي وقفني باي لحظه. تمام. طيب هلا انا في عندي variables بدي احاول اعطي لها initial value. هلا احسن function يعطي initial value بمجرد ما انا عملت creation class هو الكونستراكتر، لانه يتم استدعائه تلقائيا لما انا بعمل الاوبجكت. تمام. فالكونستراكتر هو عباره عن فانكشن ما له ريتيرن داتا تايب، اسمه بنفس اسم الكلاس. تمام. وانت بتستخدمه بالعاده حتى تعطي انيشال فاليوز للفاريبلز الموجوده عندنا. فمثلا عندنا هون اكس يساوي 0 واي يساوي 0. هذا الكونستراكتر اللي بيكون ما فيه بارامترز، النون بارامترايز كونستراكتر، هذا بنسميه ديفولت كونستراكتر. هلا انا لو ما عملته سي بلس بلس بتعمل لي واحد. تمام. بس شرط اكون مش عامله واحد ثاني بارامترايز. شو يعني؟ يعني انا هون لو عامله واحد ثاني ياخذ فاليوز، يعني ياخذ تو بارامترز انتجر اي وانتجر بي، ويعطي الاكس يساوي اي والواي يساوي بي. ما عملت هاد سي بلس بلس ما بتعمل لي اياه. بصير ساعتها بقدر بس اعرف اوبجكتس عن طريق هاد. اوكي. فبالعاده احنا بنضيف ديفولت كونستراكتور وبنضيف بارامترايز كونستراكتور. اذا ما بدي اعطيه فاليوز ياخذ مثلا اصفار، بارامترايز اذا انا اعطيته فاليوز بدي اياه مباشره يعطيها للقيم لاكس وواي. اوكي. وخلينا نعمل فانكشن اسمه برنت. بس هذا البرنت انا بدي اضيفه برا، يعني بدي احط الكود له برا، وهون بس بدي اكتب انه هذا بروتوتايب، بدي احط له البروتوتايب. طبعا برنت لازم يكون في له ريتيرن داتا تايب، العادي فويد.
وأنا بدي أعمله، بدي أعمل له الimplementation برات الكلاس. لازم أحكي إنه هذا البرنت بنتمي لهذا الكلاس اللي هو point. فشو لازم شوف فايش بحكي؟ بحكي point الscope resolution operator اللي هم two colons جنب بعض. بهاي الطريقة الفانكشن برنت صار واضح إنه بنتمي للكلاس بوينت، بس أنا كل الفكرة هون إنه أنا بدي أعمل له implementation خارج سكوب الكلاس، بس هو ستيل بنتمي للكلاس. شو اللي بخليه ينتمي للكلاس؟ طب سؤال الآن، هل برنت بغير على الـ variables الموجودة الـ members الموجودة داخل الكلاس؟ لا، ما بغير عليهم. فبالتالي أنا بإمكاني أعمل print constant. وبالتالي هون بدي أضيف constant. هاي شو معناها؟ شو يعني لما تضيف كلمة constant جنب الـ function؟ فبالتالي جنب البروتوتايب وجنب الهيدنج للفانكشن، هاي معناها انه هذا الفانكشن ممنوع انه يعدل على الممبر فاريبلز الموجوده جوات الكلاس. طب ليه بضيفها؟ عشان امنع الاكسيدنتال تشينج او الاكسيدنتال ابديت لهاي الفاريبلز. البرنت المفروض انه يطبع، وبالتالي ليش ينسمح له انه مثلا يعمل اكس بلس بلس؟ شايفين اعترض عليها هاي الجمله، هي مش مسموحه. ليش؟ لانه هون في كونستنت، لو شلنا الكونستنت بتصير عادي، بصير اوكي. لكن البرنت ليش بده يعدل على الاكس، على الممبر فاريبل زي الاكس؟ فبالتالي انا بمنعه او بمنع حالي من الاكسيدنتال تشينج على الاكس، فبالتالي بخليه كونستنت. فلما بتشوف كونستنت جنب اسم الفانكشن هذا هو سببها، بس ضروري انه يكون موجود في البروتوتايب وفي الامبلمنتيشن، ما بينفع يكون موجود في واحد منهم. تمام؟ وبدي اكتب الان الدستركتر. الدستركتر هو فانكشن هدفه انه يهدم الستركتشرز اللي ما بتنهدمش لحالها. هذا هو الهدف الرئيسي من الدستركتر. تلقائيا يستدعى دستركتر في سي بلس بلس، ولكن ايش بيعمل؟ بيهدم الفاريبلز نفسهم. هلا انا لو اعتمد بهذا الكود على الدستركتر اللي بتعمل لي اياه سي بلس بلس اتس اوكي، لانه انا بدي اياه يهدم اكس واي وبهدم اكس واي. لكن متى بصير في عندي مشكله؟ لو كان في عندي دايناميك اري، لو كان عندي دايناميك اري، الديفولت ديستركتر اللي بتعمله سي بلس بلس ما بكفي وبيعمل لي مشكله اسمها ميموري ليك. لما بعطيكم مثال على الاريز راح افرجيكم اياه، لكن حنكتب ديستركتر بس مشان هلا بدنا نعرف كيف هو شو الترتيب اللي بيتم فيه حذف هاي الاوبجكتس. فبدي اعمل ديستركتر احكي مثلا انه سي او سي اي باي فروم بوينت كلاس، وعلشان اعرف حالي من اي كلاس بطلع بدي كمان اطبع مره ثانيه الاكس واي. تمام؟ وبنفس الطريقه البوينت زيه زي غيره بامكاني انا اضيفه لبرا، اطلعه لبرا. يعني انا بامكاني اخلي هون اعمله زي البرنت واجيب البوينت سكوب ريزولوشن اوبريتر هون، وجوا بس اكتفي ب ال البروتوتايب بصير. والكونستراكتر كذلك، اي فانكشن موجود هون انا بامكاني اضيفه على برا. تمام؟ خلينا نكتب مين فانكشن عشان بلش نعرف بوينتس ونشوف شو الاجراء اللي بيتم عليهم. لو جيت انا حكيت لك هون بدي اعرف بوينت بي، انا عندي بوينت، عندي خلينا نحكي هيك بوينت بي. هلا لما انا بستخدم لما بعرف البوينت او الاوبجكت من نوع بوينت، انا بكتب اسم الكلاس وبكتب اسم الاوبجكت، والاوبجكت لازم يكون valid سي بلس بلس نيم عرفته بيه. هلا لما ما باجي بعطيه اقواس وبعطيه values بينهم، او بعطيه اقوسين فاضيات، مين راح يستخدم اي constructor؟ راح يستخدم الديفولت constructor. فتلقائيا في p راح تكون values لx و y هي اصفار. فهلا باجي بحكي p print، استدعيت الفانكشن print، لما بدي يطبع لي
راح يطبع لي صفار، راح يطبع لي صفار. هلا لما انا عرفت البوينتر بي تم استدعاء الديفولت كونستراكتور واعطى الاكس والواي صفار. بعديها استدعيت الفانكشن برنت فطبع لي صفر صفر. بعديها بس نخلص نطلع من السكوب اللي تعرفت البي داخله، لما نطلع من السكوب اللي تعرفت البي داخله بتم هون بهاي اللحظة، بهاي اللحظة بتم استدعاء الديستركتر. The destructor is called. شو بعمل الديستركتر؟ بحكي لي by from the point class وبطبع لي مين قيم الـ x والـ y. وطلعنا خلصت تمام؟ طيب أنا ممكن أعرف كمان point ثاني، فأسمي هاي point 1 وأعرف point ثاني اسمها point 2، أعطيها أنا values 2 و 3 في بوينت ثالثة اسمها بوينت 3 وأعطيها كمان فاليو 6 و 7. أوكي أحكي له p1.print p2.print p3.print. طيب هلا راح يعرف 3 objects ويعطيهم الفاليوز الموجودة. هون راح يعطي صفار، هون راح يعطي 2 3 هون 6 7 ويطبع لي هاي الفاليوز. طبعا هاي 3 لازم تكون. الآن الديستركترز شو بتتوقعوا أو شو بتتذكروا؟ كيف حتتنفذ؟ مين حيتنفذ بالأول؟ P1، P2 ولا P3؟ شو ترتيب تنفيذهم؟ يعني بتمنى إنه يكون في مشاركة. دكتورة الديستركتر بيشتغل عكس الكونستركتر. بالضبط، الديستركتر بيشتغل عكس الكونستركتر، فبالتالي عكس ترتيب اللي تنفذوا فيه رح يهدم P3 بالأول، بعدين P2، بعدين P1. خلينا نشوف الاوتبوت بتأيد هذا الكلام، بتأيد هذا الكلام، بس خلينا نترك سبيس هون. فعلا استدعى الديستركتر لبي 3 بالاول والدليل على انه طبع 6 و7، وبعديها الديستركتر لاثنين للبي 2، وبعديها الديستركتر لبي 1. طيب خلينا نعمل شويه تشينجز على هذا الكود. هلا هون لو اجيت حكيت فور انتجر اي ايكوالز 0، i أقل أو يساوي 0، i plus plus. كم مرة رح تتنفذ؟ أي شباب هاي الفور لوب كم مرة تتنفذ؟ مرة واحدة. مرة واحدة. مرة واحدة الكونديشن بيكون ترو، فبالتالي رح تتنفذ مرة واحدة. بإمكاني حتى أشيل الفور لوب كلها وأخلي بس بلوك عادية زي هيك. بصير أنا كل الفكرة اللي بحاول أعملها بحاول أعمل سكوب داخل سكوب المين، سكوب داخل سكوب المين. فعملتوا أنتم متعودين تشوفوا فور لوب أو إف ستيتمنت أو كذا، بس بصير بلوك هيك لحالها. بصير لاحظ هلا خليتها بلوك لحالها، يعني صار في عندي بلوك داخل بلوك المين، يعني سكوب داخل سكوب المين. تمام؟ طيب هاي الجملة ليه اعترض عليها؟ جملة p3.print لأنها خارج البلوك، لأنها خارج البلوك. بالنسبة له p3 هون مش موجودة، مش عايشة. p3 فترة حياتها من وين لوين؟ p3 فترة حياتها من مكان ما بتتعرف لنهاية البلوك اللي هي موجودة داخلها. تمام؟ هي لنهاية البلوك الموجودة داخلها. خلينا نسميها هاي يا خليها p3، وخليني اعمل كمان p4 واعطيها مثلا 10 و11، واجي احكي هون p1 p2.print او بلاش كل print فيش داعي لهم خلص، ما هو الديستركتر بيستدعي. تمام؟ طب السؤال الان شو راح يكون الاوتبوت؟ شو ترتيب اللي راح تنهدم فيه الديستركترز؟ من الثالثة، بعدها الرابعة، بعدها الثانية، بعدها الأولى. الثالث، بعدها الرابعة، بعدها الثانية، بعدها الأولى، صحيح. طيب خلينا نكبر نصعبه شوي على حالنا، أو مش نصعبه بس نعمل فيه شوية وهون نعمل كمان واحدة اسمها P5. بوينت يا P5 مثلا 20 30.
شو ترتيب استدعاء الدستركترز هون؟ الخامسة بعدها الثالثة بعدها الرابعة بعدها الثانية بعدها الأولى. بالضبط صحيح. الخامسة بعديها الثالثة بعديها الرابعة بعديها الثانية بعديها الأولى. ليش؟ إحنا أول شيء دخلنا على المين سكوب هيو من هون لهون. هلأ كل واحدة من هاي البوينتس فترة صلاحيتها يعني فترة حياتها يعني الكود بشوفها بتكون موجودة في الميموري وين؟ من مكان ما تعرفت لنهاية البلوك اللي تعرفت داخلها. فأنا هون بداية يعني إن كان أتخيل الموضوع كالتالي، إمكاني أتخيله كالتالي، بس خلينا نكبر الخط شوي سمكه. إمكاني أتخيل إنه المين إلها سكوب زي هيك، هذا بتعتبره من عند هذا البريس لعند هذا البريس. مين اتعرف في المين؟ اتعرف في المين P1 بعديها P2، يعني بمعنى آخر تعرف أوبجكت اسمه P1 فيه X و Y صفار، بعديها بالمرحلة الثانية تعرف أوبجكت ثاني اسمه P2 برضو في X و Y في اثنين الفاليوز إلهم 2 و3، بعدين صار في عندي سكوب جديد داخل هذا السكوب اللي هو هاي البلوك. تعرف عندي P3 اللي هو عبارة عن أوبجكت برضو فيه X و Y فيهم 6 و7، وبرضو عندي P5 عرفناه فيه X 20 والY 30، وبس خلصنا منه. هلأ إحنا مشينا فيه بالطريقة هاي، مشينا فيه لهون، هلأ طلعنا منه، يعني إحنا مشينا بدنا نمشي بالتسلسل، هلأ بدنا نطلع منه. مجرد ما نطلع منه هذا السكوب كله شو بده يصير فيه؟ بده ينهدم، بده ينهدم، فانهدم. هلأ وهو ينهدم شو بصير؟ بصير استدعاء للدستركترز للأوبجكتس الموجودة جواته بعكس الترتيب اللي تعرفت فيه. فبالتالي أول إشي رح ينهدم P5، ولما ينهدم P5 رح يستدعى الدستركتر إلو يحكيلي buy from the point اللي الX فيها 20 والY 30. بعديها رح يهدم P3 ورح يحكيلي بعدها buy from the point 6 7، وبعديها بيكون السكوب كلياته انتهى. بعد ما ينتهي فتت على بوينت جديده، فتت على بوينت جديده اللي هي بوينت 4. بوينت 4 فيها اكس فيه 10 واي فيها 11. هلا بدي اطلع من ما ضلش عندي شيء من المين، فبدي اطلع، فبدي انهدم المين كامل. قبل ما ينهدم المين بدها تنهدم البوينتس اللي اتعرفت على مستوى المين بعكس الترتيب. فبهدم P4 بالاول وبحكي لي buy from point class 10 11، وبعديها بهدم P2 فبطبع 2 و3، وبعديها بهدم P1 فبطبع 0 0. تمام، هذا هو بالضبط اللي بصير. في حد عنده أي سؤال على هذا الموضوع؟ كله تمام هيك؟ أوكي تمام كويس. زي ما حكيت لكم اي حد عنده سؤال يسال، لانه هاي فرصه تعمل مراجعه للاشياء الكونسبتس اللي انت مش فاهمها. يعني محاضره اليوم انا عندي استعداد ما ادخل باللينكد ليست ات اول، يعني بالشابتر الجديد، على العكس حابب انه ابلش فيه بوجاهي بمحاضرات الجامعه. فاي حدا عنده بحس حاله انا عم بشرح شيء هو مش فاهم علي يحكي من الان. اوكي طيب، أخذتوا التمبلتس؟ حكيتوا عن التمبلتس بالـ112؟ هيك إشي خفيف بتذكر. تمام. يعني ما تعمقنا فيه. تمام. هلا إحنا رح نستخدم التمبلتس في كل data structures اللي حنبنيها. فبالتالي كثير مهم إنه الكل يكون فاهم التمبلتس. خليني أبلش فيها الآن. خلينا نبلش بموتيفيتنج إكزامبل. تمام. عشان نشوف التمبلتس ليش مفيدة. أوكي؟ لو عرفنا 2 points هون. قبل ما نعرف البوينتس خلينا نضيف فانكشن يجمع. لو بدي احكي لك void او بلاش void، بدي اياه يجمع ويطبع من مره. بدي احكي لك integer sum او integer add، هذا الفانكشن بده يرجع لي
return لx زائد y، بدي يجمع الفاليو ستاعت x وy ويرجع لي اياها. فانا بدي احكي له هون انه انا معرفة two values اللي هم p1 هي فيها 2 و3، وفي عندي p2 او p2 فيها مثلا 6 و7. واللي بدي اياه انه يعمل لي كالتالي، بدي اياه يحكي لي انه بدي اياه يحكي لي p1.add يطبع لي مجموع. طبعا هون هذا الفانكشن بيرجع value، عشان استفيد من هاي الفاليو بدي اطبعها. cout هذا الفانكشن بيرجع value، هاي الفاليو لو استدعيته هيك بتروح الفاليو على الفاضي، تمام؟ فبدي اطبعها او اخذ منها في متغير. فبحكي له انا بدي اطبعها مباشره، فبحكي له سي اوت الفاليو هاي، وبعدها بدي اكرر نفس الجمله لل بي 2. تمام، خلينا نطبع ونشوف. لسه الدستركتر شغال، فخلينا الناتج الجمع لما جمع الفاليوز الموجوده الاكس واي هون كان الناتج 5 فطبع لي اياه، ولما جمع الاكس والواي هون كان ناتج 13 فطبع لي اياه. تمام، طب لو اجيت حكيت له 6.5 هون و7.3 شو بتتوقعوا يطبع؟ يا دكتور نفس الجواب، حيطبع 13. طبعا اعطاني warnings انه في عندك داتا رح تروح، في conversion حيصير، عشان هيك اعطاني هاي القصص كلها. بس فعليا هي اشتغل وطبع لي 5 و13، شو اللي صار هون؟ لانه الداتا معرفه من نوع انتجر، والانتجر ما تتعرف على بعد الفاصله بتهملهم، عشان هيك طبع فبيطلع الناتج 13.8 و8 بالعشره لانها انتجر، لانها انتجر ما رح يتم اهمالها، فعشان هيك بس صار 13 بالضبط. فاللي صار انه انا بعثت 5 ونص و7.3 على تو فاليوز اصلا انتجر. هذا يعني انا بعثته مع الاي والبي، والاي والبي انتجر، نو واي انهم يتقبلوا دبل فاليوز. فبالتالي بدهم يعملوا امبليسيت كونفرجن، يحولوا من الفاليوز الموجوده هون للانتجر، واللي بصير انه ما بيعملوا راونديشن، بيعملوا ترانكيشن، يعني زي كانه كل شيء بعد الفاصله هو مش شايفه. فبالتالي رح ياخذ هاي على انها 5 ورح ياخذ هاي على انها 7، والهدف اللي انا بدي احققه ما حققته. يعني معنى اخر هذا الكلاس بوينت بالطول بالعرض بده انتجر، او على الاقل بدك تبعت له فاليو بفاريبل يتحول للانتجر بدون ما يكون في لوس للديتا. طيب شو الحل؟ انا بدي اجمع زي هيك فاليوز دبل. في حل، بس حل مش منطقي كثير، اللي هو انا اجي اعمل كلاس ثاني هون. هذا مثلا اسميه كلاس، هذا اسميه بوينت مثلا انتجر، وهذا كل شيء فيه انتجر، وبالتالي كله هذا لازم يتعدل. تعريف الفانكشنز هاد كله بدي يتعدل هون، واعمل بوينت ثاني اسميه بوينت دبل، بدال ما استخدم انتجر كله هون بقلبه دبل. بصير عاد ساعتها اذا بدي اجمع 5.6.5 و3.7.3 بدي استخدم، بدي اعرف بوينت من نوع بوينت دبل، وهون بدي اعرف بوينت من نوع بوينت انتجر، مش هيك؟ هذا حل ولا مش حل؟ حل بس طويل ومعقد. طويل ومعقد، لان تخيل انت اذا في عندك بوينتس من كل الانواع، يعني تخيل انه عندك بوينتس من النوع انتجر، نوع بوينتس من نوع كاركتر، وبوينتس من نوع دبل، وبوينتس من نوع سترينج، حتى لو كانت سترينج مش منطقيه هون، بس تخيل انه في عندك كلاس يتقبل كل انواع الداتا المفروض منه. يعني انا بحتاجه مع كل انواع الداتا، معقول انا اروح اعمل نسخه منه لكل نوع من انواع الداتا وهو نفس الكود، ذا سيم اكزاكت كود، اللهم اللي بفرق الداتا تايبس؟ هذا الكلام مش منطقي. شو الحل؟ الحل هو استخدام التمبلتس. التمبلتس، خلينا نشوف التمبلتس كيف من كيف بيتم تنفيذها. وفعليا هاي الاري ليست اللي رح نتعرف عليها ان شاء الله الاسبوع القادم في الجامعه بيستخدموا التمبلتس. بيستخدموا التمبلتس، فمش بس الاري ليست، كل الداتا ستراكشر حنتعرف عليها فعليا بتستخدم التمبلتس. فانا كيف بعمل تمبلتس؟ بالطريقه هاي، بكتب قبل اسم الكلاس. ليش اعترض عليهم هدول؟ له غيرت شيء انا بشكل بيرمنت، اعترض عليهم بسبب التمبلت، لانه في تبعات له. يعني لما نكون كاتبين فانكشنز برا بده يكون في له تبعات، فبالتالي هنعمل التالي، راح نكتب تمبلت هون قبل اسم الكلاس. تمام،
مين اللي هون بالموضوع رح يتغيروا؟ يعني اللي رح يتغير نوعهم، حيتغير نوع الـ X والـ Y. فشو أنا بحكي؟ بحكي أعرف template للكلاس اسمه element type. هذا الـ element type زي container رح يجي مكانه أي نوع أنا بدي إياه later on. فهو الـ general type اللي أنا بدي أستخدمه، وبعدين بعوضه بنوع معين عند الاستخدام الفعلي. شو أسمي طيب هون؟ وماشي أسمي علي إذا بدك، فيش حدا بحكي لك لا، بس بدي يكون يعني مناسب إنه لوظيفته، فمنسميه بالعادة element type. أوكي، بس هو ما في إشي بيجبرك تسميه element type. اكتب كلمة element type كلها، اكتب كلمة type اللي بدك إياه. مين اللي أنا رح يتغير عندي حسب تغيير الداتا؟ الـ X والـ Y عندي هون فلان. بس أنا مش معنى أنه كل الـ Member Variables لازم يتغير ويصيروا Element Type، بس أنا هون في مثالي هاد بدي أغير الـ X والـ Y، فبالتالي بحكي هون في عندي Element Type من نوع X و Element Type من نوع Y. Later on بحكي أنه هذا Integer أو Double أو String أو Character أو Whatever. ولأنه الـ A والـ B حتى الـ Parameters هون الـ A والـ B رح ينعطوا للـ X والـ Y ورح يفرقوا، فبالتالي كمان هدول بخليهم element type. ولأنه مجموع الـ A والـ X والـ Y هو عبارة عن element type، إذا كانوا integer بكون integer، إذا كانوا double بكون double، وإذا كانوا characters بكون characters، فكمان بخلي هذا النوع element type. بس بالصدفة هلا هو هون بالصدفة غير كل الانتجر لإليمنت تايب، لكن هذا لا يعني إنه كل الإليمنت بدها تتغير لإنتجر تايب، وهذا رح تشوفوه next week إنه مش كل شيء إحنا بدنا نغيره، إحنا بس بنغير الإشي اللي بحاجته، بس بالصدفة طلعنا بحاجة إنه نغير كل الأشياء الموجودة هون. تمام؟ طيب إيش كمان إحنا بحاجة نعمل هون؟ بحاجة نضيف تمبلت قبل كل definition لا الكلاس، بحاجة هون نضيف بين قوسين كلمة element type، يعني بالإضافة إلى أن نضيف template قبل كلمة template class element type أو جملة template class element type قبل تعريف الكلاس، ونغير كل الأنواع اللي بدنا إياها للgeneral element type. الـ definitions تاعت الكلاسز تاعت الفانكشنز اللي بتيجي برا بدينا نعمل لها حركتين. الحركة الأولى بدك تضيف جملة template class element type قبل كل definition، وشغلة ثانية مش إحنا بنحكي بنستخدم اسم الكلاس وscope resolution عشان نحكي إنه الفانكشن print بنتمي للكلاس point؟ لا، مش ما بكفي هذا الحكي، كمان بدي أضيف بين two brackets two angle brackets بدي أضيف element type. شوفين هيك راحت ال errors. okay. طيب شوفوا وين اعترض هلا، اعترض على جمل التعريف. طبعا بدي اعترض على جمل التعريف لانه انا استخدمت كلاس، عرفت كلاس اسمه بوينت، هذا جنرال كلاس، هذا جنرال كلاس لازم احدد عند الاستخدام شو نوع الاليمنت تايب بده يصير. فمثلا بالنسبه لبوينت 1 between angle brackets point here، أحكي بالطريقة هاي إنه أنا بدي point one تكون من نوع point بحيث إنك تغير كل element type لانتجر. بالنسبة لpoint two بدي إياها برضو من نوع class point، بس بدي إياهم يصيروا double. شو يعني هذا الحكي؟ شو بعمل؟ هلا هون أنا بعرف object اسمه point two من نوع point مع تغيير كل كلمة element type هون وهون 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 بكل مكان إلى إيش؟ إلى integer. فزي كأنه صار عندي نسخة integer. بالمقابل لما بعرف point 2 بحكي له double. شو يعني؟ معناها كل كلمة element type بهذا الكلاس بدها تتحول لإيش؟ لdouble. طب خلينا نشوف هلا عملية الaddition. مش الحال؟ مش الحال. الأولى جمع لي الاثنين والثلاث وأعطاني خمسة، والثاني جمع لي الرقمين واعطاني 13.8 بدون ما احتاج اكتب two classes. اكتفيت بكلاس واحد ولكن عممت النوع الموجود فيه وعرفت النوع اللي بدي اياه عند تعريف الاوبجكت. هذا هو الكلاس تمبلت. حد عنده اي سؤال؟
حد عنده أي سؤال يا جماعة؟ واضح الموضوع؟ دكتورة التمبلت ما بنحطها قبل شغلة مثلا كلاس أو فانكشن أو هاي بتستعمل لمرة واحدة للكلاس، فعشان كذا لازم نكتبها أكثر من مرة صح؟ للأماكن اللي نستخدمها صح؟ تستخدم أكثر من مرة. هي تمبلت كيف إنه زي إنه أو بدي أعيد كتابتها هاي التمبلت كلاس إليمنت تايب، إنه مثلا قبل الكلاس وقبل الفانكشن وقبل الهاي، عشان إنه عشان يعرف إنه هذا الكلاس كلاس مكتوب بطريقة التمبلت، يعني جنرال أنت بتخصص بعدين عند التعريف. كسنتكس بتجبرك كمان إنك إنك تضيفها قبل تعريف الفانكشنز اللي بتنتمي لهذا الكلاس. يعني هو كان يعني هو كان بإمكانه ما يعملهاش، يعني يخليها مقبولة، بس هو قرر إنه يعملها. يعني أنت لحالك تقدر تعمل يعني دمج، أو خلينا نحكي تعرف تعمل كونكشن بين، أو هو لحاله الكومبايلر يعمل كونكشن بين الـ بين الفانكشن وهون وخلص. يعني أنا لو بشوف هذا السنتكس كافي فعليا، بس هو لا، هو قرر إنه يعملها هيك. لازم تكتب التمبلت كلاس إليمنت تايب قبل كل فانكشن. طيب إذا كانوا جوا الكلاس ما فيش داعي. يعني هاي في عندنا الفانكشن اد جوا الكلاس ولا عملنا له شيء. بما انه جوا الكلاس، انه جوا الكلاس فاخذوا التمبلت لهم من اللي تبعت الكلاس. بالضبط. تمام. يعطيك العافيه. الله يعافيك. اي اسئله ثانيه؟ تمام. طيب خلينا نعمل كالتالي. هلا انا كلهم بدي اعرفهم انتجر، او الاثنين هذول بدي اعرفهم انتجر، واحكي هاي 6 و7. تمام. هلا بنفع انا هون اجي اعرف بنت جديده اسميها P3، واجي احكي هون P3 تساوي P1 زائد P2، بعدين يجي تعال هون احكي لي انه p3.print. بنشوف يعني انا شو هدفي. انا هدفي انه يعرف بوينت جديد اسمها p3، ويجمع الاكس مع الاكس هون والواي مع الواي، يعني يجمع 2 و6 و3 و7. من واضح جدا انه ما قبلها، مش هيك؟ شو السبب دكتوره؟ لانه الكلاس ما بنجمع اصلا، لانه مش معرف انه الكلاس ينجمع. تمام. هلا لو جيت انا حكيت p3 يساوي p1 يساوي p1، ما اعترض عليها صح؟ هاي قدامكم ما اعترض عليها. ولو جيت حكيت له هلا هون، لو حكيت له p اطبع p3، راح تلاحظ انه p3 هو نسخه عن p1. بدي اوقف الكونستراكتور بس عشان ما يضلش، عشان نضل مركزين على نفس الفكره. راحت معه هاي. لا هذا مش الكونستركتور اصلا، كونستركتور فوق. بلا ايوه. طيب يا دكتور الدستركتور مش الكونستركتور، هو انا بدي اوقف الدستركتور باي ذا واي. اصلا كونستركتور ما بقدرش اوقفه، ما اقدر يعني، بس ما بتصير الفاليوز عندي، بتصير عندي هاي الجمله ما بتشتغلش. تمام. انا بس بديش اياه يضل كل شوي طالع لي، عشان نركز بالمعلومه اللي طلعت في عندي شيء غلط. شو هو؟ اذا برضه توقف انه توقف ال يا يا يا. تمام. ففعلا نسخ محتويات البي 1 على البي 3، مع انه البي 3 كان في صفار مش هيك؟ ففعلا بعت الاكس، بعت الاثنين على الاكس اللي موجوده في بي 3، وبعت الثلاث على الواي الموجوده في بي 3، وطبعهم اموره تمام. ليش؟ لانه مع الاوبجكتس الاساينمنت معرفه، مع الاوبجكتس الاساينمنت معرفه، لكن مع الاوبجكتس الاديشن مش معرفه. عشان هيك هاي ما اعترض عليها وهاي اعترض عليها. ما في عندي تعريف ديفولت، ما في عندي تعريف ديفولت ل
الجمع. طب شو الحل؟ هو نعمل operator overloading. طب أعطيني حل أسهل من هيك، أو هو operator loading مش صعب أصلاً، بس أعطيني حل يعني من معلوماتنا بدون ما يكون في overloading. شو بنعمل؟ نعمل إشي بديل يعمل عملية جمع عن طريق functions، مش هيك؟ يعني معنى آخر ما حأقدر أستخدم هاي الجمع، فبقدر أعمل كالتالي. بقدر أجي أحكي بدي أعمل function يجمع two points ويرجع الرجع الناتج على point ثاني، فبحكي كالتالي، بروح لهون بحكي هاي الاد، بعرف بظبط تعريفها او بلاش خليها هاي الاد، بدناش نحكي نقرب عليها. خلينا نعمل واحدة جديده اسمها addition، اوكي، او اسمها sum، اوكي، function جديد اسمه sum. هذا الفانكشن بدي ياخذ two objects من نوع، بدي ياخذ two objects من نوع من نوع point ويرجع الناتج لهم، مش هيك؟ فأنا ممكن أعمل كالتالي، ممكن أجي أحكي إنه بدي أرجع object من نوع point على function اسمه sum. هذا الفانكشن بده ياخذ two values، بده ياخذ two objects ثانيين، طبعا كان أخليهم by reference، ممكن أخليهم by value. object اسمه point one والobject الثاني اسمه point two، وطبعا هون بدهم يكون فيهم دائما قصة الـ element type هاي. دكتورة، اها، ليش ما نستخدم الاوبريتور؟ نستخدمه، انت هيك سويت function عادي. بس علي، صبرك علي، نستخدمه، نستفيد منه اصلا، هو اللي عم بكتب فيه، وهذا اسميه point two. وأجي أحكي هون إنه الـ X اللي عندي مين أنا؟ الـ function اللي عم بستدعي هذا الـ class، الـ function اللي عم بستدعي هذا الـ class، هذا الـ class اللي عم بستدعي هذا الـ function، عفوا الـ X اللي عندي تساوي الـ X الموجودة في P1.X زائد P2.X، والـ Y اللي عندي أنا تساوي P1 dot y زائد p2 dot y، تمام؟ وأنا بدي أرجع حالي على الأوبجكت اللي أنا ناتج الجمع، اللي راح أستقبل ناتج جمع p1 وp2، بدي أرجع حالي على الأسايمنت، يعني بدي أرجع حالي على الأوبجكت الموجود على يمين الأسايمنت، لأنه أنا حأستدعيه عن طريق جملة زي هاي. بدي أحكي إنه P3 يساوي، أو بلاش P3 يساوي، خلينا نحكي P3.sum ال P1 P2، حتى فيش داعي يكون يرجع، خلي هذا void. اوكي، نعمل هلا تالي، اخذ الجملتين، اخذ ال P1 وال P2، بعتهم على الفانكشن sum. الفانكشن sum اخذ ال X الموجودة في P1 وال X الموجودة في P2 وخزنها في ال X، اي X اللي موجودة في P3، كونه P3 هو اللي استدعى الفانكشن sum، ونفس الشيء بالنسبة ل Y، واعطاني هاي النتيجة. اشتغل، عمل المطلوب منه، ولكن شكله مش لطيف. يعني هو بالنهاية استدعيت function يعمل sum، لازم أنتبه له ويقرأ الـ definition له، مش زي جملة P3 تساوي P1 زائد P2، هاي تحس الجملة مناسبة أكثر، يعني فيها وضوح أكثر، يعني إنه فعلاً P3 جمعنا P1 وP2 وخزننا النتيجة في P3. طب كيف، شو حلها هاي؟ نعمل operator overloading. طب خلينا نستفيد من function sum ونكتب operator overloading. طب كيف بنكتب الاوبريتر اوفرلودينج؟ بكتب، كيف بعمل اوفرلودينج للاوبريتر بلس؟ بحكي اوبريتر بلس،
هاي اوكي بدي ارجع value من نوع points يعترض عليها هاي شوف شو بدي احكي عنها استنى يا اوكي مو لازم تسوي ريتير x تساوي x يا يا got it x تساوي this way هلا بنعرف point اسمها من نوع element type برضو هاي results هاي اللي هلا انا هاي الحركه اللي عملتها اني اخذت الفانكشن summation بالبوينتس اللي فيها بتنفع مع friend function هاي فعليا انا عم بعمله كممبر function فلازم يكون في just one point as parameter هاي هي الغلطه اللي كانت فاحنا هون في عندنا حيكون في عندنا point تستدعي وpoint تكون هي البارامتر بمعنى اخر انا هون عندي لما باجي بعمل هاي الاوبريشن p1 هي اللي راح تستدعي وبي 2 راح تكون هي البارامتر والفاليو اللي راح تضل راح ارجع اللي راح تطلع معي راح ارجعها على بي 3 يعني هي فعليا فيها اديشن وسميشن الحركه اللي عملتها قبل شوي بتنفع لو بعمل الفانكشن مش ممبر فانكشن راح بعمله فريند فانكشن وهلا راح افرجيكم كيف بس احنا هون اذا بدنا نعمله ممبر فانكشن بده يكون فيه جاست وان بارامتر بكتبه كالتالي اسم الفانكشن element type لانه انا بدي ارجع object من النوع point بعدين بكتب operator plus البلس هاي لانها هي الاوبريتر اللي انا بدي اعمل له overloading بعدين بكتب بالpoint تمام هلا بعرف object يستقبل الناتج باجي بحكي له سميته results مثلا هلا بحكي له results يساوي results dot x هلا بعطيه التفاصيل يساوي x اللي عندي مين انا p1 x اللي عندي الاوبجكت اللي يعمل عمليه الاستدعاء لهذا الفانكشن بالضبط زائد p1.x وبعديها results.y يساوي y زائد بديش اسميها p1 عشان ما تصير في لخبطه خلينا نسميها p زائد p.y بعدين بحكي له return results return results هلا هاي بي 3 بس اعترض عليها لانه انا مش معرفيتها فهي عرفتها بعدين عملت عملية جمع بي 3 تساوي بي 1 بي 2 هاي الجملة بالضبط كأني كاتب كالتالي كأني كاتب بي 3 تساوي بي 1 دوت اوبريتر ما اعطانيش اياها اوبريتر بلس اعطيته بي 2 لأني بإمكاني أكتبها يعني ما فيش إشي بمنعني إني أكتبها ليه؟ لأنه هذا function موجود أنت استدعيه عادي استدعيه باسمه اللي هو operator plus وبعت له خلي point تعمل له استدعاء وpoint ثاني تكون هي parameter اسمه أنا مش عامل كل هاي القصة عشان أرجع استدعي function بالطريقة هاي أنا عاملها كلها عشان أقدر أكتبها بالطريقة هاي ولكن هي فعليا مكافئة لهاي الجملة هي فعليا مكافئة لهي الجملة فاللي حيصير انه P1 رح يستدعي operator P2 وداخل P1 رح يتعرف الريزلت اللي عرفتها قبل شوي هون results.x يساوي الx الموجودة في المستدعي اللي هي P1 زائد الx الموجودة في البارامتر اللي هو P2
ونفس الشيء بالنسبة للواي، وبعدين رجع لي الريزلتس. الريزلتس وين راح تتخزن؟ راح تتخزن في بي 3. فهلا لو بنعمل رن راح يعطيني 8 و10، بالتالي هو فعلا بيكون جمع. تمام؟ طيب خلينا شوي صغيرة بس نترك الأوبريتر فانكشن ونعمل كالتالي. لو أجيت أنا عرفت فانكشن هون، لو حكيت عندي هون integer أو بلاش integer، حكينا void، void function اسمه fun. تمام، وإجيت عرفت فيه point من نوع مثلا integer برضه، سميتها p، سميتها p 10 عشان كثير استخدمت p، وعطيتها 4 و5. حكيت هون سي اوت بي 10 دوت اكس، بعديها سبيس، بعديها بي 10 دوت واي. ليش اعترض عليها؟ لان الاكس والواي برايفت. لانه الاكس والواي برايفت. هذا الفانكشن فن اجا عمل بوينت من نوع بي، من عمل بي 10 من نوع بوينت، وعوض الاليمنت تايب بانتجر، وبكل جرأة هيك راح صار يطبع الاكس والواي على اساس انه هو بيقدر يشوفهم، بس هو فعليا ما بيقدر يشوفهم لانهم برايفت. تمام، لكن لو انا حكيت هذا الفانكشن فن هو عبارة عن صديق لهذا الكلاس، صديق لهذا الكلاس، كيف حكيت انه صديق؟ بس اخذت البروتوتايب تاعه وحطيته في جوات الكلاس، يعني احنا انا جوات الكلاس هون. تمام، حطيت البروتوتايب تاعه جوات الكلاس وكتبت قبليها انه هو هذا فريند. لاحظوا بطل يصير في عندي مشاكل. تمام، وضحت الفكره يا جماعه؟ اللي مش عارف مش بذكر شو هو الفريند فانكشن، هو فانكشن عادي مش تابع للكلاس، ولكن بيقدر يعمل اكسس على البرايفت ممبرز اللي موجوده داخل الكلاس بدون ما يهتم، يعني عنده هاي البريفيليج انه يعمل اكسس على البرايفت ممبرز بس لانه فريند لهذا الفانكشن، لهذا الكلاس. لاحظ بدون هاي الجمله، بدون هاي الجمله برجع يصير هذا الحكي ايرور، بيعطيني ايرورز.